زي ما كنا بنقول لحضراتكم في الخبر معانا في الانترو عن سله الاهلي طبعا والتتويج ببطوله كاس السوبر المصري بعد ما فزنا على الزمالك. كانت مباراه فيها تنافسيه شديده، يمكن النتيجه هي اللي اكدت ده لما اتكلمت في 64-60 كسكور، طبعا يعني بياكد ان فعلا. وخلي بال حضراتكم برضو الاهلي ان كان قوي برضو بيلاعب منافس كبير الزمالك، لكن المباراه كانت الحمد لله نتيجتها لصالحنا. وطبعا هذه البطوله استضافتها صاله خليفه في البحرين. هنتكلم في كل الفنيات هنتكلم عن كل التفاصيل اكيد والمستقبل كمان والبطولات المنتظره لسله الاهلي مع ضيفنا كابتن خالد مصطفى نجم الاهلي السابق لكره السله. بونجور يا كابتن. بونجور. اهلا بحضرتك. صباح الفل على حضرتك، منورنا. صباح الفل على حضرتك وعلى طبعا كل جميع. كالعاده اي لقاء بيجمع بين الاهلي والزمالك هو لقاء قمه لوحده وديربي لوحده ايا كانت الرياضه. صحيح. وبطبيعه الحال في كره السله دايما ماتشات الاهلي والزمالك بتكون على اشدها زي ما بتكون ماتشات الاهلي والاتحاد مثلا او الاهلي والجزيره. تعال نقف شويه عند ماتش الاهلي والزمالك ونعرف في رؤيتك للمباراه دي ايه؟ ايه السلبيات وايه الايجابيات من الناحيتين وعلى صعيد الفرقتين؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني المباراه بشكل عام يعني كانت طبعا يعني كان فريق الزمالك الفكره ان هو كان متقدم طول الجيم، وفي معظم اشواط الجيم كان الزمالك هو المتقدم، خلص الكوارتر الاولاني والثاني والثالث لصالحه. لكن الحمد لله الاهلي يعني الف مبروك طبعا لفريق النادي الاهلي الفوز ببطوله السوبر، قدر ان هو يخلص في اخر تقريبا يعني دقيقتين من الماتش، قدر ان هو الحمد لله يخلص الجيم لصالحنا الحمد لله. وكانت مباراه صعبه لان فريق الزمالك فريق اعماره كلها صغيرين ومعاهم مدرب كبير كابتن مرعي، قدر ان هو يعمل ميكس كويس ما بين اللعيبه وعندها روح قويه جدا. ففريق الزمالك بصراحه كان منافس شرس للاهلي، لكن الحمد لله ان فريقنا قدر ان هو يعني يخلص الجيم ويخلص البطوله لصالحه، ودي كانت مهمه جدا بعد خسارتين متتاليتين في كاس العالم وفي بطوله عربيه، فكانت خطوه مهمه جدا. يعني الحمد لله طبعا، بس كانت خطوه مهمه جدا ان احنا نقدر ان احنا نخلص البطوله دي الحمد لله لصالحنا. بس كابتن خالد اللي تابع المباراه شاف ان الزمالك كان شويه متقدم في بدايه الماتش، وبعد كده الاهلي قلب الترابيزه، خلينا نقولها بهذا الشكل. فابتدى الموضوع يختلف وابتدينا نلعب بتركيز قوي وابتدى السكور يختلف تماما لغايه لما فوزنا. فعشان كده بنقول هي مباراه قويه فيها تنافسيه، لكن فكره ان انا اقلب الموازين كده على طول وابتدي احقق وابتدي زي ما مش هقول لك ريمونتادا، بس يعني حاجه كانت شبه كده، شفت ده فنيا ازاي؟ يعني هل كان متوقع برضو؟ ليه مش من الاول قدرنا ان احنا نسيطر شويه على المباراه، لا والمنافس او الزمالك هو اللي كان مسيطر شويه؟ يعني هو ميزه يعني المدير الفني الفريق الاهلي مستر اوجوستي، يعني هو عنده يعني خبره شويه في ان هو يفنش الجيم لصالحه دايما. يعني في معظم البطولات كان او يعني في معظم الماتشات اللي بتبقى تاي بتبقى قريبه جدا من بعض، بيبقى دايما يعني اخر دقيقتين في الجيم او اخر ثلاث دقائق في الجيم بيبقى عليهم عامل كبير جدا في انك لو قدرت تركز كويس وكنت مركز اكتر من الفرقه اللي قدامك بالنسبه للعيبه والكوتش بتبقى مهمه جدا، بتفرق جدا في انك ازاي تخلص الجيم. فهو اوجستي عنده حته يعني عنده سنس شويه في الحته دي ان هو بيعرف يخلص الجيم في اخر دقيقتين او ثلاث دقائق في الجيم. برضو فيها شيء من الخطوره، فكره ان انت عشان تبقى بتراهن على اخر دقيقتين معنى كده ان انت لازم تبقى قبل الدقيقتين دول ماشي راس براس مع المنافس ايا كان مين هو. طبعا فما انت برضو في دايما مساحه كافيه لوجود مفاجات غير متوقعه، فالى اي درجه التكنيك ده فيه شيء من الخطوره مثلا؟ يعني هو مش تكنيك، هو مش ممكن ما يكونش مقصود من يعني المدرب. بتصادف في كذا ماتش ورا بعض، بتصادف ان هو يعني دايما الماتشات اللي هي بتبقى الفرقتين قريبين من بعض جدا في المستوى دي بتبقى يعني بتبقى ليها حسابات تانية. يعني ما بيبقاش قصد ان هو يمشي مع الفرقه، طبعا هو نفسه ان هو يفرق من اول الجيم فرق 10 15 بونت 20 بونت يريح نفسه، بحيث ان هو يريح نفسه ويريح اللعيبه واللعيبه خلاص تهدى وتبقى ركبه الجيم ويبقى الماتش سهل. لكن مع الفرق اللي هي الكبيره او الفرق اللي بتبقى مستوياتها متقاربه دايما بتبقى عامل الخبره وعامل الرؤيه بتاعه المدير الفني دي بتفرق جدا في اخر، وبالذات تركيز اللعيبه كمان. يعني اللعيبه كمان يعني امبارح في اول امبارح في الماتش بتاع الفاينل كانت مركزه جدا في اخر، يعني هو يمكن طول الجيم اللعيبه مش يعني مش عارفه تسيطر على الجيم سيطره تامه وبتجري ورا فرقه الزمالك، لكن قدروا ان هم بشويه تركيز. يعني الكوره مثلا اللي عملها في اخر دقيقتين وعشرين ثانيه عمرو الجندي شوت 3 بوينت، كانت 3 بوينت مؤثره جدا هي اللي قلبت السكور.
هي اللي طلعتنا فرق بونت او باسكت عن فريق الزمالك. والكرة اللي عملها المحترف مارك ليونز برضو عمل اسيست، عمل برضو داش دخل رائعة جدا، حط باسكت وخد فاول شوت شوطه فتعمل 3 بوينت بلاي. دي كانت برضو كرة مؤثرة جدا، دي اللي قلبت النتيجة. الكورتين دول في اخر دقيقتين وفي اخر دقيقة و40 ثانية تقريبا، فهي كورتين ثلاثة في اخر الجيم هم دول اللي بيخلوك تفرق. لو فرقت 3 4 بونت في اخر الجيم خلاص انت ركبت الجيم. فالحمد لله ان احنا قدرنا نركز في اخر شوية في الجيم وقدرنا ان احنا نقلب الماتش لصالحنا يعني.